طيب، هل إذن الموقع ده مختص فقط بمصر العائلة المقدسة ولا عليه معلومات تانية؟ حاليا كمؤسسة هو مختص بالعائلة المقدسة، لكن حلمنا إن احنا نعرض كل كنوز بلدنا بنفس الطريقة. فده حلم بعيد يعني اللونج تيرم بتاع المؤسسة. احنا في المقدمة قلنا هيبقى في تقنية الواقع الافتراضي وتكنولوجيا حديثة جدا. من اول ما بدأتوا كان عندكم هذا الهدف انكم تستخدموا تكنولوجيات متقدمة ولا بدأ ازاي؟ الحقيقة احنا لما اشتغلنا وقدرنا ان احنا نجمع فيديوز وصور ومعلومات، ابتدينا نخش نشوف ايه الجديد اللي ممكن يشد الشباب. فوقتها كانت ابتدت تظهر على 2018 او 17، ابتدينا نسمع ان في حاجة اسمها الـ VR، وابتدينا نتفرج عليها بره لغاية ما قدرنا ندور ونبحث عن شركة هنا أو مكان يقدر يصور التكنولوجي دي. واخترنا المكان وارتحنا للشركة وابتدينا نمشي معاهم ونصور ونشرح لهم السيناريو اللي احنا عايزينه في كل مكان. ده كان في 2020 وقت الكورونا، الناس كلها كانت في البيت واحنا كنا في الحقل بنصور النقاط اللي نقدر عليها ومسموح لنا بيها. النقاط بتاعة العائلة المقدسة اللي فيها حاجة تتشاف لا تتعدى 25 نقطة، لكن باقي النقاط هي المسار نفسه. العائلة المقدسة بتعدي من نقاط مرورية مجرد مرت عليها ونقاط معيشية عاشت فيها. في نوعين من النقاط بالضبط. فإحنا قدرنا نصور النوع اللي هي عاشت فيها وسابت فيها تراث، لأن لو رحتي تصوري الصحراء ما فيش حاجة تصوريها VR، لكن كنا بنصور النقاط اللي فيها تراث. طبعا بسبب الظروف وقت كورونا ووقت قبل كده في مشاكل في سينا ما كناش قادرين طبعا نخش نصور سينا، بس حلمنا دي الخطوة الجاية. فبالنسبة للفي آر احنا صورنا تقريبا 16 نقطة لغاية دلوقتي. عايزين نشرح بس فكرة الفي آر، الفيرتوال رياليتي، الواقع الافتراضي. أوكي. يعني مجرد صور كده هقعد اتفرج عليها وانا في البيت ولا عاملة ازاي؟ لا، هي الموضوع. الفكرة اكنك بتتفرجي على فيديو، لكن انت اللي بتتحكمي فيه. يعني انت وانت داخلة جوه الفراغ انت بتقفي بتحسي انك في نص المكان، في نص الكنيسة، بتقدري تبصي يمين وشمال وتشوفي السقف وتشوفي الارض وتعملي زوم وتقدري تشوفي ايقونة لدرجة انك توصلي للرسام اللي رسمها، وبتتحكمي ده بالماوس بتاعك. لو انت لابسة النظارة بتحسي احساس انك في وسط المكان وبتمشي لقدام وبتلفي وبتروحي وبتطلعي وبتنزلي باختيارك، مش زي الفيديو اللي بيديكي قصة انت مسيرة فيها مش مخيرة. انت بتتفرجي على حاجة هو عارضها لك، لكن الفي ار تقدري انت تعملي المشاهدة وتعملي السيناريو بتاعك. خلينا نقول في فرق ما بين عرض وما بين جولة. انا هنا بعمل جولة بالظبط. يس.